صباح الخير من جديد، واهلا وسهلا فيكم بساعتنا الثالثه والاخيره بمطبخ يوم جديد وبرفقه الشيف على نيروخ. خلينا نشوف مع بعض ايش محضرت لنا لليوم. صباح الخير شيف. صباحك وردي قمر، والله يعطيك الف عافيه، واهلا وسهلا بكل الجمهور الكريم وكل المستمعين، كل حدا بيشوفنا من خلال شاشه التلفزيون الاردني وكل حدا بسمعنا عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. اكيد اليوم زي كل يوم طيله ايام الاسبوع عدا يوم الجمعه احنا معاكم بمشوارنا مطبخ يوم جديد، هالبيت اللي بيجمعنا وبيجمعكم، بيجمع كل الزملاء، بيجمع همومنا وهمومكم، أفراحنا وأفراحكم، مناسبات الدولة، كل إشي حلو بصير على أرض البلد أكيد إحنا بنحاول نبث لكم إياه من خلال طاقة صغيرة، ابتسامة بنوزعها عليكم، وحتى كمان من خلال أطباقي ولكن بطريقة معينة. اليوم أنا وياكم نساوي سميت، السميت التركي معروفة وعبارة عن قطع من الخبز أو الفطائر يعلوها من فوق شوي من السمسم، بس أنا حاولت أترجمها بما يناسب مطابخنا وكمان على طريقة فطاير وبعجينة جاهزة عشان الوقت والسرعة. وكمان رح نساوي بسبوسة تمر، دبس التمر، في ناس كتير بحبوا دبس التمر ما بحبوا دبس العنب، بس لما نعمل فيه بسبوسة أكيد رح يكون إشي زاكي ونكهة جديدة بالبيت. وأخيرا وليس آخرا رح نساوي أنا وياكم مشروب شتوي ساخن برفقة طبعا الجميلة لانا، رح يكون هيك ساخن وبيغلي غلي وطعمه كتير حلو، برفع المناعة وكمان بغذي الجسم وبمده طاقة. كل التفاصيل أكيد رح تكون معلنا. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. يلا خلينا نأخذ المقادير مع بعض. مقادير سميت أجبان بالباف باستري، باف باستري، موزاريلا مبروشة، بقدونس مفروم، جبنة فيتا، برز تمر لدهن العجين، سمسم غير محمص. إيه هذا خلصت يا شيف، سهلة خفيفة لطيفة وزاكية. وهي إحنا كمان نزلنا شير على تطبيق الفيسبوك لصفحة التلفزيون الأردني وصفحة يوم جديد وصفحة مطبخ التلفزيون الأردني، صفحة متخصصة فقط بكل شيء بخص الطبخ، المطبخ، الضيوف، الأطباق، نصائح، نهفات، كل شيء بتشوفوه على هالصفحة المتخصصة. تمام، لازم من ننزل فيها ما خلف الكواليس كمان شفاله. لا انا ما بنصح. طيب معانا على الشاشه ارقام الهواتف، اكيد بنحب نسمع اصواتكم، تعليقاتكم، حتى استفساراتكم عبر الارقام اللي رح تشوفوها على الشاشه او مشاركتكم عبر لايف الفيسبوك. وبدنا نوجه تحيه لكل الناس اللي عم بيشاركونا. اول ما طلعنا لايف كانت مجموعه كبيره من الناس معانا، وام ثامر المجالي صبحت علينا بطريقه كثير حلوه، يسعد صباحك وكل اوقاتك يا رب، وصحتين على فنجان القهوه، وجه لها تحيه. هلا هون الحشوة صراحة هاي إشي اختياري، حطي كشكوان، حطي إيدام، تشدر، يعني هاي أمور شخصية أنتوا أكيد حرين فيها، بس هالنوع من الأجبان والخلطات حتى لو مش سميت بالباف بيستري، حتى لو أي نوع من أنواع لانا العجائن أو الفطاير، جربي هالحشوة رح تدعي لي. جبنة فتة تشيز أنا بجيبها بالوزن هيك قطعة ما بيكون فيها مي، بتكون معلبة، بتكون شربانة مي، فبتشتش على العجين. كمان هون موزاريلا مبروشة، حاولي اختاري نوع ما يكون فيها كتير زيوت لحتى كمان ما تنزل على العجين. ورح أحط لها نكهة البقدونس المفروم، أغلبنا بنحب البقدونس مع الأجبان في المعجنات. وممكن تعمليها مع أي نوع عجين أنت بدك إياه. رح نروح نهرسهم مع بعض ونجهز خلطة ماسكة حالها من الجبن المالحة بوجود الفيتا تشيز، وكمان شوية حلاوة بوجود جبنة الموزاريلا. معنا اتصال وخلينا ناخذ اتصال من غالية. وصباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، وين عم تحكينا يا غالية؟ من اربد. اهلا وسهلا فيك، تحياتنا لاهلنا بالشمال، تفضلي معك الشيف علا. شيف علا مبدع، يسعد صباحك. صباح الورد، اهلا وسهلا بالستات النشيطة. حبيبتي اهلا وسهلا يا قمر. ممكن اوجه مباركة من برنامج شيف علا؟ طبعا، انت اللي بيطلع لك تدللي، يلا عم نسمعك. بدي ابارك الى ابن عمي الاعلامي القدير عامر زوب، جاز افضل حواري مباشر للامام ان شاء الله. ما شاء الله للامام، يا ريت، الف مبروك يا رب، وباركي لنا، باركي له عنا يا قمر. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اذا حطينا بقدونس، جبنه فتة، موزاريلا تشيز، مبروشه، رح نروح نجيب قطع من اللي هي الباف بيستري، وبدنا ندوبها، بدنا نجيبها من السوق ونخليها تدوب بحراره الغرفه. هلا الدنيا برد، لو طلعتيها من الفريزر وحطيتيها على رخامه المطبخ بيزبط معاكي. رح نجيب اول مربع، يلا
راح نجيب الحشوة ويفضل انك تعبي، لانه عجين الباف بيستري لانا هو عبارة عن مجموعة من طبقات العجين المتراصة والمصنوع من الزبدة، فهاي العجينة بتنفخ، لما بتنفخ بصير كمية عجين منيحة، فهي بدها حشوة. راح نروح نجيب الجزء الثاني من العجين، ها راح احط المربع فوق المربع بهالشكل، وبعدين راح استخدم اصبعي او شوكه او مكبس عجين اسوي هالشكل الحلو فيها، اسكر الطرف على الطرف، وفيهم هم يتحكموا بحجم المربع، يعني مثلا نفس المربع الكبير تقطعه ست مربعات صغيره وتحشي وتسوي بحجم اللقمه بصير. بس طيب يعني العجينه على طول بننزلها من الفريزر ولا قد ايه قبل بوقت؟ بدها تدوب، ما هي بتكون مجمده. يعني تقريبا قبل بليلة، يعني انا قبل بليلة بطلع بصراحه، بخليها تاخذ راحتها على الاخر وانا اضمن انها دابت. نعم، بننقلها على صينيه الفرن او الخبز وبنكمل المشوار. معنا اتصال، مش عارفه انا لما يجي اتصال باجي لهون. في سر هون التليفون. الو، صباح الخير يا مريم. يعطيك العافيه، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك حبيبتي، من وين عم تحكينا؟ الله يكرمك يا رب ان شاء الله، من الزرقاء والله. اهلا وسهلا فيك، تحياتنا الى كل اهالينا بالزرقاء. وكيف الطقس عندكم؟ نعم، بقول كيف الطقس عندكم؟ بجنن ما شاء الله، حلو كثير ان شاء الله يا رب، دائما دائما ان شاء الله يا رب يكون طقس خير. الله تفضلي معك الشيف علا. الو، صباح الورد. يسعد، اهلا وسهلا يا قمر حبيبتي. يا شيف الله يكرمك يا رب وخليكي. الله يخليكي، اهلا وسهلا. سمحتي ممكن رقم تليفونك لو سمحتي؟ خليكي على الخط، الشباب يعطوك اياه. اهلا وسهلا، الله يعطيك الف عافيه حبيبتي. يسعدك، اهلا وسهلا. تمام، يعني هي ممكن حجمها كبير بس خلاص كل واحد بياخذ حبته وبيروح فيها. هلا كيف انا بقول نسويها بحجم اللقمه؟ راح نجيب الحبه ونسويها، خليني اورجيكم مثلا. ها، راح نقطع الحبه مربعات صغيره، بس هاي ايش بدها؟ وحده طويله بال على الاخر، وعندها وقت وبتتسلى قاعده، او بيكون عندها مناسبه بدها تسويهم بورشن هيك كنبيزه صغيره مثلا. مسامحينك شوف. بالضبط. طيب حنجيب كمان مربع فوق منها هيك، ونسكرها بإيدنا أو بشوكة ونسويها بحجم اللقمة للي عندها مناسبة مثلا. حلو، بس إيش بتاخد وقت. تعرفي شوف علا، في ستات شايفة هذه الأشياء هيك صغيرة كلها، هاي هيك الميني كونوا هم على سفرتهم من أي تزيب بمناسبات وبكون أعداد بسم الله ما شاء الله، عن جد بيكون الأكل زاكي وبنفس. خلاص هي حابة بتبدع، وفي ستات لو تقعد 20 ساعة بالمطبخ ما بتقول لا. يعني هلا الضيف اللي كانت عندنا ما بصراحه يعني هيك وقفت انا على يعني انتم على الهواء وانا عم بحضر بالمطبخ، صفنت يعني مش عارفه شو التعليق رح يكون منا احنا كسيدات كامهات، يعني مش عارفه شو بدي اعلق. والله تذكرت حالي وانا سنه وانا بحاول اعمل مجدره يا شف علا. مش غلط لانه مش عيب، احنا كلنا ما انخلقنا بنعرف وما تعلمنا بسهوله، واتلفنا وصفات كثير حاشا النعمه، وتبهدلنا كثير وسمعنا كلام كثير، اكل مالح واكل دلع وامور. بس أنا بالنسبة إلي العيب إنه الواحد ما يتعلم. طبعاً في كل مجالات الحياة، مش طبعاً بس طبخ، يعني حلو الواحد يعرف. فدائماً أنا بقول هاي الوصفة ما بتعجبني، بس أنا بخلي سمعي مع الحدا اللي بيحكي عن الطبخة. طبعاً أسرق منه معلومة، أخذ منه قصة، بتعلم، بكون قاعدة في مجلس تاني عندي المعلومة، ما بتعجبني الطبخة بس عندي المعلومة وفهمتها. فالدنيا سبحان الله مدرسة. يلا خلينا ناخذ اتصال. وام محمد صباح الخير. سهام، صباح الخير سهام. صباح الورد، اهلا وسهلا فيكي، من وين عم تحكينا؟ بحكي لكم من الزيزية. اهلا وسهلا فيكي، شو الاخبار؟ الحمد لله بخير. ممكن احكي معك شفاله؟ طبعا طبعا، تفضلي معك. اهلا وسهلا اميت ورده، كيفك يا شفاله؟ اهلا حبيبتي، اهلا وسهلا. يا الطبخات الزاكيه لعيونك، بس تدللي حبيب، حبيت اصبع عليكم. الله يسعدك ويسعد صباحك يا رب، نتسلمين على الأهل يا أمر. الله يسلمك. بدي شسمه، بدي أصبح على بنت خالتي نوال وأقول لك العام وأنت بألف خير عقبال المسألة. إن شاء الله بتضل بألف خير أنت وياها يا رب مع بعض حبيبتي. أهلا وسهلا. يلا رح نروح نشوف اللي بالفرن، نلحقهم قبل ما ينحرقوا. الله، طبعا أنا عملت كمية وهلأ رح أورجيكم. خلينا نشوف، نلحقها وهي سخنة. خلنا أقسم لك إياها بسكينة. مم.
تعالوا نسمع رأي راما مشاهدة عم تحكي معانا على التليفون شو رأيها بالمنظر اللي شفناه كلنا. صباح الخير يا راما. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. كيفك يا لانا؟ أنا تمام الحمد لله رب العالمين. وأنت؟ هلا كل حلو بجنن عليك. شكرا لك حبيبتي كلك ذوق. شو رأيك بالمنظر؟ ما شاء الله يعني شيء خرافي. إبداع تفعله. بس علوا لنا الصوت عشان احنا نسمع كثير سامعين راما. تفضلي حبيبتي. ممكن كل اتواصل مع شفعلة؟ طبعا. صباح الورد والياسمين. صباح الخير شفعلة. كيفك؟ اسمك حلو يا راما، انا بحب هذا الاسم كثير. حبيبتي كلك ذوق. شو اخبارك؟ انا منيحة رضا الحمد لله. إبداع يا شفعلة والله شيء يعني جد، يعني انت قادرين نحكي شو هالشيء يعني الخرافي جد حقيقه يعني. لعيونك تدللي. قولي لي شو جربتي من عنا؟ وكثير كثير لقيتي انه بارق. عملت دجاج مبارح شيء خرافي خرافي صراحه. انا مش سامعتك منيح، بدي تعلي لي صوتك زياده شوي. عملت الدجاج المخمر مبارح على الغداء شيء خرافي مع صوص الثوم والبقدونس كثير. ان شاء الله بيضنا وجهك يا رب. والله ما شاء الله. يا شوف علا، في لي طلبين عندك. امر الامر لله. حبيبتي بدي بديل كريمه الحلويات، وبدي شو بتحطي على عجينه البرك غير النشا؟ اول طلب. انا شو مالي اليوم؟ معناته انا المشكله عندي. ايش سامعتك؟ ها لا الصوت مش واضح. يلا قولي كمان مره خليني اسمعك. مو مشكله. بديل كريمه الحلويات. حاضر. الثاني. الثاني ايش بتحطي على عجينه البرك غير النشا؟ غير النشا. امرك حبيبتي يسعدك كلك ذوق. شكرا. حاضر لك. حاضر جريب. حاضر. هلا يا ستي اسمع، لعجينه البرك في عجينه، يعني انا بحبش احكي هاي التفاصيل بس عشان ايش اعطيكم الامان. انا الي اخ بيشتغل بفندق 5 نجوم بالعاصمه عمان. في عجينة برك هاي بحطوها على البوفيهات وخصوصا بالشهر الفضيل. صراحة بيعملوها بأطنان الرز الطحين، فإحنا أنا استخدمت برنامج لحتى أنزل العيار لست بيت، فأنا رح أعطيكم هاليومين بعطيكم إياها. هي عبارة عن إشي كتير بسيط بسيط بسيط، بس لما بتشوفي القوام وبتشوفي العجينة بصراحة رح تستغربي. حتى نفس الأوتيل يعني توجهوا فترة من الفترات إنهم كانوا يعملوا أوردرز لعائلات يعني لبيوتهم بناء على طلب العائلات للأوتيل. فرح أعطيكم هاي العجينة بمقادير واضحة وبالكاسة وبالمعلقة وبدون ميزان، ما رح نغلبك وتدعوا لي عليها. بديل كريمة الحلويات فيك تجيبي شوية قشطة وتخفقيها مع شوية حليب، بس رح تكون شوي سايلة، تشديها بكريمة تشيز اللي هي الجبنة الكريمية. السميد التركي دايما يعلوه سمسم. السمسم بده يكون مش محمص، يعني لونه أبيض، وبده يكون فيه كمية، زائد إنه بدنا هذا اللي أنا دهنته دبس تمر. بدك دبس عنب بصير، بدك ما تحطي نهائي برضو كمان بصير، بس بيعطي طعم. هلا بنشوف لانا شو رأيها. عاد أنا بدي أقول لك وين اختفت القطعة يا شوف، معقول دابت؟ صحة وهنا مأكول الهنا والعافية. على الهواء لسه عم بدو يعني، ما تأكدت من الطعم. لا يسلم إيديك بصراحة، حبيت إنه المكس غريب أصلاً. شفتي الحلو والمالح؟ يسلم إيديك صراحة. صحة وهنا. يعني هي الموزاريلا بتسيح، والشوية الملوحة هاي هيك نقرة ملوحة بتاخديها من الفتا تشيز، زاكية كتير. سلم إيديك. بنروح فيها أهم إشي لانا الفرن. الفرن بده يكون محمى مسبقاً، الرف الأوسط 180 زي الكيك، وخليها براحتها لما بتنفخ على الآخر. عجين متراص من طبقات الزبدة الكتيرة، فأعطيه مجال إنه ياخد راحته بالفرن. ورح أورجيكي كمان نتيجة وتشوفي كيف معاي. ها إشي حلو واهي ومرتب. بعدين أصلاً الباف بيستري هو عبارة عن عجين هش. طلعي بدك تعطيها كعب أكتر من هيك بصير، بس هي زي الفيلو بيستري يعني بتروح بهاللاين. شوفي نفخت براحتها وأخذت. بعدين إحنا كترنا كمية الحشوة، لذلك رح تاخدي يعني هيك حبة مليانة مش عجين فاضي بس. وبتقدميها مع لبن رايب، سلطة خيار بلبن. أنا رح أقدم لكم إياها مع هيك شوية بندورة وورق نعنع وتكون أمورها تمام. بعدين أنت بتكملي الباقي. نحط هدول بالفرن وناخد شو معنا. اتصال معنا. ناخد اتصال. يلا ميمي صباح الخير. يا صباح الورد. من وين عم تحكينا يا ميمي؟ من إربد. أهلا وسهلا فيك، تحياتنا إلى أهلينا بالشمال. يعني هذا الطبق سهل، والواحد إذا يعني طبق على السريع سريع بيطلع له بكمية أكل شكل وطعم كمان. رح تجربي ولا ما رح تجربي؟ مو سامعتك.
دائما الشيف علا مفاجئتنا الله يديم دائما مليئة. بتفاجئنا طبعا احنا وياكم كمان تفضلي معك الشيف علا. صباح الورد يا أمل. يا أمل اهلا وسهلا وميت مرحبا. والله مشتاق زمان ما حكيت معك زمان ما سمعت صوتك يا بيي. تشتاق لك مكة يا أمر. من وين عم تحكينا؟ من إربد. أنا من إربد. أها حصتنا حلوة اليوم بالشمالات. أحسن ناس بالدنيا يا أمر على سلامتكم. أحسن كمان حبيبة قلبي. أهلا وسهلا. شو طبخين اليوم على الغداء؟ ملوخية. الله الله أنا جعبالي أطبخ ملوخية. والله صحة وهنا ويسلم إيديكم حبيبتي. أهلا وسهلا سلامنا للأهل. شكرا على اتصالك يا ميمي. شو يا شيف علا بدك تطلعي بريك؟ بدنا ناخذ وصفه المشروب الساخن عشان نخليه شو يغلي على الغاز ويتخمر. الله اي قصه شكله.